عبد السعود استلمنا العشرة، ال12 طب سلمنا. بدي أسأل يا حجي معلش، كبشر كإنسان اه بشعر الواحد ذيك اللحظة بالضعف، لا لا الرهبة، لا الخوف؟ لا لا، والله كنا رايحين على عرس ودعت والله، زملائك ودعتوهم انه احنا الله بيعلم من هم جاي؟ ودعونا، هجموا علينا بوسوا فينا، والله احنا ما بندري ليش. هذا قلت عمري 17 صبط سنة مش عارف يعني. ليش بوسوا فيه، ما انا عارف، بس سعود عارف واعي. الله يحج. فسيدي العزيز طحنا، انا لما استلمت الساعة 12 سمعت الحسفي الحركة، في حركة، لكن خفت اطلق الطلقة، يقولوا هذا جبان، قلت خلنا نتأكد. الله وكيل، شوي يوم صاروا ينطوا، بدهم ينطوا عاد الجسر الطويل هذا، بدهم ينطوا، هذا هم مربوطين كل 12 بسلسال اليهود. نعم، كل 12 مربوطين مع بعضهم سلسال، والسلسال مع عريف الحظيرة. يوم صاروا ينطوا، تعرف مش عزيمتهم زي بعضهم، كلهم ناس اقوى من ناس. سمعت الدبة، طلقت الطلقة، ثراتني مطلق الخضرة. خضرة حمرة، شو بدك بالحكي؟ هذا اللي صار. ولعوا علينا، قال لك وصلنا، صار يرموا علينا، الخندق طار، واحنا لبدنا انا وياه، وتركنا كل شيء ولعت، ما نسمع لك بذان، بس الدب والخبط، الدب والخبط، وهالدنيا صارت غير دنيا. لا الصبح، لما طلع الصبح طلع النهار، هاي الكتيبة بدهم يشوفوا شو كيف انقتلنا، على اعتبار تبرك رحتوا خلاص. ها طلع النهار، عاد محمود محمد المعايطة بلش فيهم مدفعية، هم فالين، يجمعهم مع بعضهم ويجيب قنبلة بالوسط، الكتيبة تصير تضحك. والله يا سيدي لما طلع النهار، من العسكر راكدين علينا، شو طلعنا هنا ما في شيء، يقول ما في، فتشونا، والله ما فينا شيء. صارت هالناس ياخذوا غنايم، رحمة نايل، اجوا على عريف يهودي مصاوب وحاط قنبلة بيده خبيث، ومرمي مصاوب الدم بنزف منه، اجوا بدهم ياخذوا سلاحه هو اثنين معه، ضرب القنبلة عليهم، رحمة الله عليه راح فيها نايل، نايل الجازم انقتل فيها، نايل الجازم وانقتل من المناضلين شوية، وانقتل من جماعي المنكو اثنين ثلاثة، وانقتل من الكتيبة حوالي 12. فلما طلع النهار عدينا قتلاهم 800 واحد، 800 قتيل يهودي، 800، وسلاحهم كله مرمي بواريدهم وعدتهم، واحنا بنفتش، معي واحد ثاني بنفتش، وان هذا واحد معه خوارط طوله مترين، شوارب ولذانه، وانه لابد في الكهف تبع الجبل، اطلع اطلع تعال. زميلي ركض اخذ المسدس، وانا اخذت ساعته قشطناه، قال داخل الله بدي اشوف حابس. قلنا شو بدك في حابس، مالك ومال حابس؟ قال زميلي خلنا ناخذ طخوت هناك. قلت يا زلمه والله غير نودي لك هذه الكتيب، انا عاد متنوم سودي لك هذه الكتيب، بدي اترفع لانه نطحت انتحاري. مزبوط، اخذنا لك هذه الكتيبه، قال شو اللي جايبين انه هالتنترك، من التنترك؟ والله يرحم حابس كلمة تنترك بثمه. قلنا والله هذا بقول داخل على الله وعليك اشوف حابس. قال جيبوا لي اياه، مقطومة ايده، جايته ايده مقطومة ولاف عليها مع لفاف، لاف عليها. قال له حابس انا ما بدي منك شيء، هل هو قال انا هجمت عليك باربعة الاف قد عددك كل واحد هذا، لكن ما سحالفني الحظ، لكن بدي اسالك سؤال واحد. قال اسال. قال الخيل البيض، ها ولابسين ابيض ومعاهم سيف، ما معاهم بارود، بنرمي عليهم ما بنموتوا، وين دربتوهم؟ الله يسمع اذان، سبحان الله، هاي سمع اذان، انا مسؤول عنها، ما شاء الله. قال اخس 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 اخس، انت بتهذي يا مهستر. وبعدين اخذوه، ما بعرف وين راحوا. شارور كان مع الأسرة نفسه؟ لا مش شارور، استاع ما جينا لشارور. طيب بدي بس اخوي هاني العمريين واخوي فوزي عريان، يا ريت بس نختصر بالاتصالات، حتى انه انا قاعد اختصر هسه. لا بدي بس مشان اخواننا يمسوا عليك. استاذ هاني العمريين، مساء الخير. مساء الخير يا سيدي، كيف حالك؟ كيفك يا حبيبي؟ الله يعطيك العافيه. الله يعافيك، الله يرضى عليك يا سيدي. انا بشكرك وبشكر محطتكم الفضائيه على استضافه
الرجال، هؤلاء الرجال اللي احنا بنعتز بنفتخر فيهم، يعني امثال الشيخ ابو محمود انا بمسي عليه الله يحييك وبحيي بيهم شجاعتهم، وهؤلاء الرجال اللي احنا بنفتقدهم في الايام الحاضره، هؤلاء الرجال اللي قدموا الكثير للاردن، هذا الاردن اللي هو دائما بلد العرب حقيقه. ان يعني هناك هذا الرجل يعني بعيد ذاكرتنا الى ايام الاردن الخالده ومشاركات الجيش العربي الاردني، اللي كثير من الناس بنكروا دور الاردن في الدفاع عن فلسطين وعن القدس. فانا بمسي عليكم وعلى الشيخ ابو محمود، وبتمنى على محطتكم الفضائيه دائما تستضيف هؤلاء الرجال حتى أبشر. يعني نورونا عن تاريخ الاردن. ابشر ابشر ابشر، واذا واذا بتتكرم علينا اي ضيف بتشوفه انه بناسب البرنامج انا بتمنى عليك وبكون شاكر لك. شكرا يا استاذ هاني، بارك الله فيك. بدر الاستاذ فوزي عليان، مساء الخير. مساء النور، هلا حبيبي، تفضل يا استاذ فوزي. افضل. انا شاهد عيان على عمليه اسر شارون. يا سلام عليك. بالضبط قد امامي. طيب استاذ 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 فوزي، نعم، يعني في انت في مجال يوم من الايام ان نعتز ونتشرف فيك كضيف اذا الله بريد؟ ممكن تحط لي تلفونك عند الزملاء ان شاء الله. انا ممنون لك، تفضل. بس ليله المعركه اللي بيحكي عنها شيخ ابو محمود، نعم، اصيب قائد المعركة اللي اسمه برضو أرييل، بس كانوا الناس ما يعرفوش كلمة أرييل، نعم، كانوا ندوه أريا، نعم، وكان قاعد تحت طينة والرشاش تاعه فوق راسه، تاركين وراه الصبح من شدة المعركة أربعة حرس تحت الدوالي. إحنا دوالي، أنا من قرية دير أيوب، اسأل الشيخ محمود أبو محمود، نعم، الدوالينا على الأرض متخبين الأربعة ومنهم شارون تحت الدوالي. لو عندهم الجرأة كان قتلوا كل الناس اللي كانوا واقفين بعد ما هربوا مع وجه الصبح وراحوا. نعم. إجا أحد رجال المتطوعين من عرب الجازي أطلق على أرييل قائد المعركة وقتله. فطلعوا الأربعة اللي منهم شارون يرجفوا وسلموا حالهم للجيش الأردني. نعم. أما الشارع أبو محمود بعرفش من شو معلوماته. بقول لك سايدين وكل سايد 30 متر، الشارع عرضه 4-5 متر بمر من بير التينة إذا بتذكره لباب الواد على أطراف طيب. أستاذ أستاذ فوزي، يا ريت خلي تلفونك عند الشباب، خلينا نستفيد من المعلومات الطيبة، بارك الله فيك. خلينا نكمل أبو محمود نكسب وقتنا وياك. انتهت هاي المعركة، في عندك المغفر، نجيب لك المغفر ولا نجيب القدس؟ لا القدس، القدس. القدس جاء عبد الله التل اتصل مع حابس المجالي. نعم. قال له يا حابس بدي لنا سري من الكتيب الرابع الطاهر القدس القديم. نعم. تبع اليهود. نعم. قال طيب أمرك متى متى؟ اتفقوا على يوم. حابس عمل قرعة على السرايا. طلعت سريتنا. قائدها محمد زحاق هاكوز. نعم. شركسي. والضباط اللي فيها عصر المجالي. جميل السكران. محمود النوباني. نعم. ثلاث فئات واحنا كل فئة 35 واحد اللي احنا موجودين. قالوا هاي انتوا تجهزتوا بدكم تروحوا الطهر القدس. نعم. اللي فيها شارون الاخبولس. نعم. طبعا جلنا سيارات، رحنا وين افطرنا؟ بالطور، بجبل الطور. نعم. شو عاملين لنا فطور؟ ذابحين عجول. حطوا للعسكري قطعة لحم عجل مع مرقة، وتقدمنا على القدس من باب العمود. لما صرنا بباب العمود البساطير من تحت فيها دبابيس. صرنا نزحق على البلاط. قالوا وقفوا يا عمي وقفوا. شلتوا؟ راحوا جابوا سراج، سراج وشنشن. صار يشلع في المسامير وتقدمنا. وين لقانا محمود موسى؟ عباب القشلي العبيدات. محمود موسى عبيدات ابو هاني، من شان يدلنا على الطريق ابو هاني. عباب القشلي. عن باب القشلي صار يدل في السرية. نعم. وين الطريق؟ جينا من جنب دير، ما بعرف شو اسمه، دير الأرمل، دير الأرمل. نعم. وجابنا شارع ثاني والخنادق مخصصات بس احنا نحط السلاح ونرمي عليهم. نعم. في القدس انا كان حامل رشاش برن. نعم. ومعاي واحد من الكرك حامل مخازن اسمه علي البشير. نعم. رحمة الله عليه. ايش
قال التقدم من هون مسافة يعني حوالي 100 متر زحف، ممنوع تمشي مشي أو هذا زحف لما تصل الخندق. والله صرنا نزحف، أنا حاط الرشاش على ظهري وهذاك ماسك المخازن. فلما أقربنا للخندق سمعت لديت وأنه علي البشير جايت وطلق بي العيون. استشهد رحمة الله يعني. وصلت الرشاش هنا ورجعت أنقل المخازن. نقلت المخازن وحطيت هناك وبلشنا الرماية. ظلينا نرمي عليهم حوالي 7 ساعات شوي، ونطالع الخيخام وبنتلوا عليها 3 نجم اسمها ماشي، وانا معاهم على مبيض على ساري طويلة سلمنا. لما قالوا سلمنا قالوا ارفعوا الرماية، ارفعوا الرماية عبد الله التل ومحمود موسى بيقولوا ارفعوا الرماية. رفعنا الرماية وطحنا. هذاك استاثرنا شارون يا اللي سالت. نعم هذيك الفترة، هذيك الفترة طحنا اخذنا اليسرى. نعم قديش كان عددهم تقريبا؟ عددهم 360 واحد. من جملتهم؟ احنا ما بنعرف شارون ما شارون. هم كلهم لابسين مغيرين الجيش. لابسين اللي لابس بيجامة واللي لابس بنطلون كابوي. جيش ما في، لو جيش جزء احنا نقول لابسين اواعي مدنية. إذا حد أطلعناهم من خندق طوله كيلو في القدس وقدام كل واحد شمعة وعفرش صغيري. وخذناهم 360 واحد اللي معهم شر، اللي معهم شر. طيب يا حجي الحديث والله ما إنه مش ممتع بس مفيد، إنه أنا بعتقد إنه حلقة واحدة للحج أبو محمود ما بتكفي، لكن وعد منا إنه راح يكون لك استضافة ثانية، لأنه طبيعة البرنامج محددة بوقت معين، والمخرج يعني الله يطول عمره بزن علي انه وقت البرنامج انتهى، فاسمح لي ان اتقدم بكل الشكر والاحترام لك الحج ابو محمود الحج اسماعيل السعودي ولزملائي اللي في البث اللي اخرج هذه الحلقه. بقول لكل الاردنيين ان شاء الله كل يوم ثلاثاء نص البرنامج، انت ما اخذت معلومات لك يعني. لك حلقه ثانيه ابو محمود، حلقه ثانيه تبشر وثالثه ابشر يا زين. فيا اعزائي المشاهدين باسمكم خلينا نشكر هالبركه. احنا وين وديناهم عم الجمال بدك تعرف وين امناهم عم الجمال. والله لك حلقات اخرى لانه انت بتستحق التكريم يا سيدي. فالحج ابو محمود بدنا نظن نتشوق لاحاديث اعزائي المشاهدين، وما كملنا حديثنا بس وعد انه مع هذا البركة هذا الكنز الثمين انه كنا كمان حلقة قريبة جدا. فباسمكم بدي اشكر هذا الحج هذا العملاق، كل اللي حارب في فلسطين عمالقة ابن 18 سنة خاض وجرب الموت وذاق يعني مرارة الموت سوى بالثلاث مرات وصيب من اجل فلسطين. فأعزائي المشاهدين بظلها فلسطين في القلب والاردن في القلب، وكل هؤلاء الناس اللي امثال ابو محمود في قلوبنا جميعا. ان شاء الله الثلاثاء القادم يكون لقاء معكم، وبستودعكم الله وبقول لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.